الكامبين عن ايه؟ بتقول له الاد سيت، الاد سيت دي المجموعه الاعلانيه هنعرفها، اللي هو انا عايز الكامبين دي تروح لمين؟ لفين؟ وبعد كده الليفل الثالث اللي هو الاعلانات، يبقى انا الكامبين اللي هدفها كذا هتروح للناس دول هيشوفوا اعلانات شكلها ايه؟ دول الثلاث مراحل. المرحله الاولى بيقول لي طيب الاوبجيكتيف بتاعك ايه؟ انت عندك ناس عارفه اويرنس، يبقى تخش على الكونسيدريشن على طول. الاويرنس مش مطلوب غير بس ان احنا نوري الناس احنا بنقدم ايه. الكونسيدريشن بيبتدي بقى تطلب منه، طب اعمل بيج لايك، طب ابعت رساله، طب اتفرج على الفيديو، طب ابعت بياناتك في ريل استيت مشهور قوي موضوع الليد جنريشن، انك انت بتحط بس البيانات بتاعتك وهم بيرجعوا يكلموك تاني. عملت الحاجات دي وسالت واتفرجت على فيديوهات وعرفت وبتاع، طب خلاص اشتري. فانت لازم تحدد انت ايه هي الاوبجيكتيف، الاويرنس ولا سنسيتيشن ولا كونفرشن، وبتحط له الفلوس.